ودلي سنايدر والتسديدات الممتازة انلعبت وانحطت في الجول. اعترض كورتشي ويعترض الآن فريق سامبدوريا. نعم ودلي سنايدر يسجل الهدف الأول في المباراة. شوف يعني في الوقت الفريق مفروض يكون حريص، اللاعبين مفروض يكونون حريصين، يكون دقيقين، يكونون متابعين، لأن إباغة ودلي سنايدر الجميع في الوقت اللي كان شوف 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 شوف. هنا عاد بالعرض البطيء وهنا حط الكرة، حط اختار الزاوية وفاجأ الجميع في بعض يعني في اللحظات اللي يستعد فيها كورتشي ويستعد فيها مدافعي فريق سامبدوريا. ويدلي سنايدر يفاجئ الجميع، أضاع